اهلا بكم الاخوان الاخوات، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم دائما يوسف، كنحييكم من قناه يوسف ان اسبانيا. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير دائما. هذا يوسف كنحييكم مباشره من مطار برشلونه. هنا رمضان، انتم ما كتشوفوا اجواء عاديه جدا، ولكن حنا كالعاده خصنا ضروري نفطروا، ف قدوا على الكمامه، ف يعني حنا غنفطروا هنايا في هذه البلاصه هذه كما كتشوفوا. هذا واحد العصير شريناه، ها واحد الساندويتش باش نقسموا الصيام على ما نمشيو للدار. انتم كتشوفوا هذه التيرمينال رقم 2، درت نهار تنطرح واحد الفيديو صورت لكم فيه التيرمينال رقم 1. هذه هي 2 كما كتشوفوا هنايا الاجواء. هذه واحد الطبيله مريحا، هذا مكان. المهم الاخوه الاخوات، هذا مكان رمضان هو هذا، ونتمنوا من هذه الحكومه ديالنا ان ترحم المغاربه اللي كاينين هنايا في اوروبا، ونقص من هذه الشروط هذه اللي يعني التعجيزيه، اللي يعني الهدف منها هو ان يعني بنادم ما يجيش وتحرك الاقتصاد ويتحرك كل شيء والناس تزور العائله ديالها. انتم كتشوفوا راه الاجواء يعني هنا جد جميله صراحه، كما كانش رمضان يعني الاجواء رائعه صراحه. كاين واحد الحركيه، كاين واحد الرواج، بنادم محرك يعني ما كاينش ذاك الركود الاقتصادي. نتمنى حنا الحكومه ديالنا ان تردخ المطالب ديالنا هنا. الناس كاملين اللي كاينين في اوروبا راه بغاو يجيو يدوزوا رمضان في المغرب، ولكن بنادم للاسف راه تجي التحليله غاليه، ولا تلقى بنادم ما ملقاش. على الاقل يكون دار واحد المساله، اللي ملقح يمشي باللقاح، اللي ما ملقحش يمشي بالتحليله مثلا. يعني وكما نشوفوا هنا بزاف ديال الدوائر اليوم، السويد راه حيدات البي سي ار، حيدات كل شيء، اي حاجه حيدتها، ماشي غير البي سي ار عفوا، حيدات كاع الشروط، ما بقى والو. فنتمنوا البلاد ديالنا تخطو في هذه الخطوه من السيمانه الجايه، وبنادم يقدر يهبط يدوز رمضان. المهم رمضان مبارك سعيد، طول عمركم بالصحه والسلامه وطول العمر مره اخرى. يعني النهار الاول ديال رمضان هو هذا، ندوزينو في المطار، هادشي اللي كاين. هادي هي اوروبا، ما كاين لا اجواء رمضان لا والو كما كتشوفوا. يعني الا ما خلقتيش الجو لراسك راه ما كاينش. والحمد لله رمضان راه الاعمال، ما بقاتش في شي حاجه اخرى الماكله ولا كذا. رمضان هو الاعمال، شنو درتي مع الله سبحانه وتعالى. فهذا ما كان. المهم الاخوه الاخوات، نتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير. كنت معكم في هذا الفيديو القصير، كنحييكم، تهلاو ليا في راسكم، تحياتي لكم، رمضان مبارك سعد مره اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.